هاشتاج خطير جدا لازم تتكلم فيه مع الناس. بصوا يا جماعه، في حد عاقل يعمل ده؟ قناه الزمالك امن قومي طبعا تراجع بقت تالت على مصر، لان كان مدفوع فيه رقم، كان يبقى الاول على مصر وما قدرش. قناه الزمالك امن قومي، شايفين ده على تويتر. انا عايز افهم مين المعتوه، ابن المعتوه اللي عمل هاشتاج قناه الزمالك امن قومي. هو خلاص الامن القومي بتاعنا بقى لعبه كده؟ طبعا لما يكون وراجل، لما يكون اللي بيعمل المداخلات يوميا شغال يقول لك ابو سنيده وام سنيده وعلي سنيده والكلام الفارغ ده، مش عايز الناس تتجنن اللي معاه؟ وهو طبعا عامله، والواد صرف عليه، الواد بيصرف مصاريف بالعبيط على السوشيال ميديا. الواد بيصرف اهو، شايف بيصرف مصاريف بالعبيط. قناه الزمالك امن قومي، طب اديني اماره يا ابن الهبله، وانا مش عايز اغلط. خلاص الامن القومي بتاعنا بيه قناه الزمالك. يا جماعه والله العظيم نفس اسلوب الاخوان، هم بغباوتهم بقرفهم، والله العظيم نفس اسلوب الاخوان، اقسم بالله هم نفس اسلوب الاخوان القذر، والله العظيم نفس الاسلوب بتاع الاخوان، والله العظيم هو بغباوته بسحنته، تحس انه صفوه حجازي، هو بسحنه امه الوحشه. اه والله العظيم ربنا ينتقم منه انتقام عادل ان شاء الله. اه بس نفكر بده، كان لسه هو بيتفرج اهو، نبدا نفكر بده. نكلم معالي الموسيقار دسوقي اباظه، يا رب هو اكيد بيتفرج علينا، لان مهم جدا بصراحه، لان هو حرك جوانا مشاعر كتير، وقال اللي انتم بتعملوه يا اهالي متغمر، هو كاني ارى ابي المرحوم العظيم ثروت اباظه وهو يكتب شيء من الخوف، وارى قدامي الهويس وهو بيتفتح وما عادش في خوف. معالي الوزير الموسيقار ثروت دسوقي اباظه، نجل الكاتب الكبير فخر مصر والأمة العربية، الكاتب الكبير ثروت أباظة، السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر على المقدمة العظيمة والمؤثرة دي يا عبد الناصر. لا لا يا فندم، دي حقيقة يعني، نحسبك دائما عند الله على خير يا فندم. الله يخليك. أنا بس عايز أوجه لك كلمتين. اتفضل يا فندم. كلمة لسعادتك وكلمة لرجال مصر. اتفضل. كلمة لسعادتك، عاوز أحييك وأهنئك على الحراك اللي عملته في مصر كلها ضد هذا الطاغوت، ومش بس في مصر كلها، عملت الحراك ده لكل المصريين اللي في العالم كله، كلهم تجاوبوا معاك، وكلهم كانوا بيتهافتوا ويتصلوا بيك ويقولوا صوتهم ويأيدوك ويأيدوا الموقف اللي أنت واخده، فده موقف تستحق عليه التحية. وطبعا لن انسى محمد ضياء ابو مالك، راجل فاضل شريف ومثقف، كان له دور كبير معاه في الفتره اللي فاتت مع اخونا علاء حمام، الراجل برضه الصادق والصريح والشريف، يعني فعلا تستحق كل التحيه من مصر كلها. اللي عملتوه ده عمل سيذكره لكم التاريخ. اما بالنسبه للرجال ده مصر، انا والله قاعد بتفرج على الفيديوهات، الدموع في عيني وجسمي بيقشعر من كتر ما انا متاسف اللي انا شايفه. يعني هذا الرجل المقهور، مرتضى مقهور ده، بنفوذه وماله وابحته ولسانه الطويل، كان بيدخل الرعب في كبار القوم في مصر، وللاسف في منهم كبار قوم ولهم مناصب كبيره في الدوله، كان بيدخل الرعب في قلوبهم. الرجاله دول والشباب دول لا يملكوا مثل هذا النفوذ ولا مثل هذا المال، لما يملكوا كرامه وشجاعه، وقفوا بكل شجاعه وقالوا لا. قالوا له لا، وجايب شرطه، والشرطه فعلا جايه عشان تحميه، علشان هو معرض للاعتداء عليه. لكن في نفسه هو، في نفسه مرتضى، مش بس ده الغرض اللي جايب في الشرطه، هو عاوز يجيبهم للارهاب كمان،
للإرهاب البلد، ولم تلزم ترهب البلد، وكانوا رجاله ووقفوا وهتفوا وقالوا موقفهم بصراحه، وكانوا اشجع من كثير من الرجال المسؤولين كبار في مصر، ما قدروش يقولوا لا المرتضى وهم قالوا. فبصراحه تاثرت جدا يا عبد الناصر بيه، وكاني قاعد اتفرج على فيلم تثقيف، مش عايز ان انا ابارك مش حاجه حتى عشان ما اضيعش لحظه من اللايف بتاع النهارده. ربنا يخليك يا معالي الوزير، وهذه دفعة معنوية وشيء نشرف بيه بصراحة. ربنا يكرمك ويبارك فيك، واعتقد ان ما خلاص يعني ما عادش بيخوف، والبلاد يعني ابشرك انها تتسابق لكي تدخل لوحة الشرف. لا انا خلاص، انا دلوقتي انا اقدر اقول لك مبروك سقط مرتضى مقهور على ايديكم، فعلا انا اقول مبروك. اعتقد ان احنا نجحنا، بس نوصل للدولة انه لا مكان للمجاملة، لان الرفض الشعبي سبق الصندوق. سعادتك مش وصلت للدولة، انت وصلت لمصر كلها ولكل المصريين، سواء كانوا داخل مصر او خارجها، فرسالتك تعدت الدولة كمان للشعب كله، سواء اللي في مصر وداخل مصر، فعمل تاريخي والله سيذكره لك التاريخ، لو لم تفعل شيء غيره لكفاك هذا والحق كان حسبك. ربنا يبارك فيك يا معالي الوزير، وشرفت بيك، ودايما نشرف بيك في كل خير طبعا، بما انك اهلاوي والاهلاويه سهرانين معانا والزملكاويه والناس كلها، ما ينفعك ما اقولكش رايك في موسيماني ايه. لا والله، اولا يعني غير انه راجل مدير فني فعلا وفاهم، هو وشه صبوح يعني بشوش وش صح، قلبك، وبعدين ربنا كرمه في كل المباريات اللي لعبها، شفنا اهلي تاني وكانه هو معاهم بقاله 10 سنين مش 3 ايام ولا اسبوع، فحاجه مبشره جدا، وان شاء الله مع سقوط هذا هينجح ذاك اللي هو الاهلي ان شاء الله في اخذ البطوله ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. يعني وشه حلو وراجل، بص يعني تخيل انت الاهلي دلوقتي بنسب شعبيته اشهر من ناس كتير في جنوب افريقيا وانديه كتيره. صحيح، وبعدين شوف علاقته مع اللعيبه في فتره قريبه جدا، تحس ان في نوع من القرب كده والابوه او الاخوه بينه وبين اللعيبه، وفعلا فرقوا كتير، فانا متفائل وان شاء الله باذن الله هتبقى التاسعة زي ما سعادتك بتقول إن شاء الله. بإذن الله تعالى نتمنى ذلك. معالي الوزير سعدت بك كثيرا، الله ودائما يخليك يا رب. ودائما بين الحين والآخر نسعد بك وبآرائك. ده شرف ليا، شرف ليا يا عبد المصري. أشكرك يا فندم، وشكرا لكرمك وكل ما تقدمه لنا يعني في كل حاجة، والله أنت راجل عظيم يعني. والله سعادتك تستحق كل خير، وأبو المعاصي بيه يستحق كل خير، وتامر عبد الحليم، كل الرجالة دول وأحمد سعيد، يعني رجاله وقفوا مع الحق رغم الخسائر الفادحه اللي لاحقت بيكم، لكن ما زلتم مصممين برضه تقفوا مع الحق. الله هو غرضنا وامنيتنا ان نرضيه. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، الف شكرا.